السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إذا درسنا لهذا اليوم هو درس القس بعنوان المؤمن كله خير. الهدف من هذا الدرس هو أن يتعرف المتعلم كيف يمكن للمؤمن أن يكون كله خير، وكيف يمكن لأعماله أن تجعله مؤمنا خيرا وأيضا تقيا. إذا سنبدأ بقراءة الوضعية التقويمية. سأل الأستاذ فقال: مع من أفعل الخير؟ إذا أردت أن أتصف بصفة المؤمن كله خير، فأجبت بأفعل الخير مع أبي وأمي، وأجاب صديقي بأفعل الخير مع أصدقائي، وقالت زميلتي أفعل الخير مع المحتاجين والمعوزين. فتدخل الأستاذ قائلا: الإنسان المؤمن لا يستثني أحدا من الناس، فهو يصنع الخير مع الجميع، حتى مع الذين يختلفون معه جنسا أو لونا أو لغة أو دينا، إنه كالنخلة فبادر وقدم أنواعا من الخير. إذا هنا سنرى لماذا شبه الأستاذ هنا أعمال الخير أو المؤمنة الخيرة بالنخلة، وأيضا وأن هذا المسلم يشبه هذه الشجرة المباركة، لأن هذه الشجرة يعني شجرة مباركة، لم تحظى أي شجرة في الذكر بما حظيت به هذه النخلة، فقد ذكرت أكثر من 21 مرة في كتاب الله عز وجل، وقد وردت أيضا أكثر من 300 مرة في أحاديث نبوية شريفة. إذن قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن هنا معنى هذه الآية أنه: ألم تعلم أيها الإنسان علم اليقين كيف ضرب الله مثلا ووضع الموضع اللائق به، يعني أي أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته شبه الكلمة الطيبة بالإيمان الثابت في قلب المؤمن الذي يرفع به عمله إلى السماء. فالمؤمن كلما قال لا إله إلا الله صعدت إلى السماء وجاءت بركتها وخيرها، كما شبه كلمة الإيمان بشجرة تبتت عروقها في الأرض وعلت أغصانها إلى السماء، ذلك أن الهداية إذا حلت قلب مؤمن فاضت منه على غيره وملأت قلوبا كثيرة، بمعنى أن المؤمن الخير أو المؤمن التقي تكون هدايته ويكون كل ما يفعله خيرا على نفسه وحتى على الذين يحيطون به. أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. إذن هنا قد شبه الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن في أحواله الطيبة الدائمة بالنخلة الباسقة يعني العالية، أي ما أخذت منها من شيء نفعك، كلها منافع من ثمرها وبلحها وجريدها وليفها، وهي كلها خير وجمال. والمؤمن أيضا كله خير بمعنى ماذا؟ بمعنى في كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه وأيضا مواظبته على عباداته وسائر الطاعات. كما هي النخلة أيضا باسقة عالية عن قاذورات الأرض وأيضا قريبة من السماء، كذلك المؤمن لا يخرج منه إلا كل طيب من الأفعال والأقوال، ويتعالى عن أسافل الأمور ويرجو بها ربه، وقلبه معلق بالسماء وبالآخرة وبالله وإن كان يمشي على الأرض. إذن لاحظوا هنا وجوه الشبه بين النخلة والمسلم في كثير من الأمور، في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمارها وأيضا في جودها. أيضا سنرى وضعية أخرى. قال لقمان لابنه، لقمان وهو معروف بالصلاح والعبادة والحكمة، ولقد ورد عنه أنه لم يكن نبيا بل كان حكيما قاضيا عابدا، كان يقول لابنه: ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله خليلا صالحا. ما معنى خليلا صالحا؟ بمعنى صديقا يعني تقيا يخاف الله سبحانه وتعالى ويؤمن به. فإنما الخليل الصالح كالنخلة. إذا لاحظ دائما نشبه المؤمن الصالح والمؤمن الخير والتقي بالنخلة لما لها من منافع وفوائد، وأيضا يعني عبرة للمؤمن الخير. إذا قعدت في ظلها أظلتك، وإذا احتطبت من حطبها نفعتك، وإذا أكلت من ثمارها وجدته طيبا. هكذا هو الخليل الصالح أو الرفيق الصالح، وهكذا هو المؤمن أيضا الخير والمؤمن التقي. إذا انطلاقا من النص والآية الكريمة والحديث الشريف ووصية لقمان، أذكر مجموعة من الأعمال الدالة على خيرية المؤمن.
إذن هناك العديد والعديد يمكن أن يقوم بها هذا المؤمن لينال الخير وأيضا يكون خيره عاما على الجميع، مثلا كبر الوالدين، مثلا الصلاة، مثلا الإيمان بالله، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدوام على الطاعات وهو أمر مهم وضروري، التعلق بالمساجد أو بيوت الله تعالى، الصدق في الحديث، إلى غيرها من الأعمال التي يمكن أن تدل على أن المؤمن خير وأنها تدل على خيرية المؤمن. هنا أيضا غير فقط يعني الاستدلال على أن المؤمن كله خير، هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تدل على هذا الأمر، كقوله يعني تعالى يعني في سور عديدة، قال الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، صدق الله العظيم. وكقوله تعالى أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث نبوية شريفة ويعني عديدة، ما يدل على أن الإنسان أو أن المؤمن هو كله خير. يعني نهاية أو خلاصة القول أن المؤمن بالفعل كشجرة النخلة التي تنفع يعني المؤمنة كما قلت بثمارها وأيضا بكل شيء تحمله، هكذا هو المؤمن بأعماله وطاعاته وكل ما يفعله، فهو خير على نفسه وأيضا خيره يعم على الآخرين وعلى جميع المسلمين.